امسكه واربطه وكل السعوديه يجون طخ كف. والله العظيم ها اشوفك تفعل مره ثانيه، لاحظ الكفر عند راسك وخليه يفر يفر يفر، خليك تشوف ريحه الشكمان. اخذ قرض تزوج ثانيه، واذا كانت الحرمه قلنا قويه انا ما طالقه بسرعه، اشرشح شو اسمه بالمحاكم وسطنا وكل شيء، ولا منه طلع وجهه اكس او خلاص طلقته، اروح العب كرته واعطي بصبع رجلي بعينه. انا برستيج وستايلي ما يسمح لي اخذ من المطعم، خلاص 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 بروح اتزوج ثاني، لا من طبتي طلقت الثانيه، امي تعبانه وامي تسواج بعد، قومي سوي الغدا بسرعه قومي. هذا مزاجي حر، انا متزوج تحت امري، انت على ذمتي الحين. يلا لو بتعلم لو بتعلم بتعلم شاهي بس شاهي، ولا قومي يلا قومي قومي. هذا مو يمكن يمكن مره بهالسنه يمكن، انا كنس البيت لا خلاص احنا نجيب شغاله تكنس البيت، و دام ما تتعبين واجد وكل شيء ابعطيت شهر اجازه ما تتحرك مكانك. اقول له مشكور مشكور، هديتي لت ايفون 6 اس. والله اذا كنت فاضي 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 سرحت شعره من اول ما تقول ما، ما انا عرفت ما احبته كيفي، اللي ما يحب اللي ما اللي ما اللي ما يبيني ما بيه. صح الايه تقول الرجال قوامون على النساء، صح ما قلنا شيء، بس على الاقل خلى الحريم يحترمون الرجال، وذيك الساعه نفكر نكون طيبين معكم. هذا وانا ابوتي يسمونه حلم ابليس بالجنه، ان كان ولدها متزوج وعنده ولد يعني انا اصير جد، ذيك الساعه خلتها بتروح مع ولدها. زرت طيبة معزر طيب معك، إذا ما بلشتين ما بلشت، وإذا بلشتين ما بلشت أم أموت. والله إذا أنت تبين ما أقصر عليك خلي طيبة معي، والله العظيم أنت 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 مشين على ذهب من كثر وناسة، بس أنت لا تبلشين. يا أخي ما أدري أرحم الحرمة، يا أخي تنفخ الضغط بحياتي ما شفته.